أقيم حفل للإعلان عن سيارة الطيران التجارية الأولى في العالم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في منزل السفير الهولندي فرانس بوتايت، لتكون الكويت أول دولة تزورها السيارة خارج قارة أوروبا. As Netherlands ambassador here in Kuwait, I'm very, very pleased that a team. أنا فخور جدا أن السيارة الطائرة هي صناعة هولندية 100%. وكانت أول زيارة للسيارة خارج أوروبا إلى دولة الكويت. نعرف جيدا أن الشباب والشعب الكويتي محب للسيارات، فكانت الزيارة الأولى للسيارة خارج أوروبا إلى دولة الكويت. السيارة الطائرة يعني هي حلم كل إنسان من الطفولة لليوم، وهي بنفس الوقت يعني مثل ما خبرتك تمشي على الشارع وتطير، واستهلاكها يوازي 10% بس من الهليكوبتر. يعني هذا الهليكوبتر مثلا تكلف تشغيل مثلا 100 دينار، هي تكلف 10 دينار، وفيها تطير لمدة 600 كيلومتر على ارتفاع ماكسيم 10,000 قدم، ومن شان الشخص يسوقها بده 50 ساعة طيران. نحن عندنا مؤسسة تدرب على الطيران، فبده 50 ساعة يصير يطير فيها عادي. يعني بأوروبا وبأمريكا يعني كل الناس استخدموا، هنا نفس الشيء، بس هلا التركيز بالوقت الحاضر هو على الحكومه الداخليه، الدفاع، الحرس الوطني، شركات النفط، المستشفيات والى ما هنالك، زائد اي شخص من القطاع الخاص فيه يشتري منها.